إنه يوم المصروف، ويعني شراء صندوق سحري من ديفيد ستيل بكل صندوق شخصية مختلفة. جمعتهم جميعاً ما عدا الشخصية الأكثر روعة، ديفيد ستيل نفسه، وبميزة البذلة المقاومة للبقع. تقصد المقاومة للصدأ؟ حظاً موفقاً، والدي يمتلك المتجر ولم أعثر عليها. رجاءً يا كارا، ليس الأمر بالحظ وإنما بحدس ستيل. وزنه جيد، رائحته كستيل، لكن لاري مجدداً؟ معقول؟ أظن أن حدس ستيل لديك صادق. تحاول ثانية؟ لا أستطيع، لم يتبقى معي مال. يمكنك أن تفعل كلاكي لاري في هذا العدد. أوه، اقتراض المال من شخصية مهمة كالإصبع الذهبي. من شخصية مهمة أعرفها؟ أحببت الذهبي ولم أحب الإصبع. لا، هذا آسف، بداية سيئة. إذن أيمكنك إقراضي؟ بالتأكيد، لم لا؟ أحب استخدام أرباحي من مسابقات الجمال لمساعدة الأفراد الأقل حظاً. ليس بسرعة، لن تأخذ قرشاً حتى توقع على عقد بسداد المبلغ. أيجب قراءته أولاً؟ لا لا، وقع فحسب، راجعه المحامي سبرينكلز. أود بوب. بلو فيش. أود بوب بزعنفة بلو فيش. أين كانت مراقبة الجودة؟ حسناً، فرصتي الأخيرة، لا مزيد من الإقراض. هيا يا ستيل. بئس. سأخمن. لاكي لاري مجدداً. مرحى، إنه هو حقاً. أسعد يوم في حياتي. ووو، مرحى، حصلت عليك أخيراً، ديفيد ستيل لننقذ العالم. مرحباً يا لينك. أوه، أهلاً لولا. بدون مجاملات، إنها ليست زيارة، عقدنا صفقة. صحيح، القرض. ظننت أنني سأسدد المبلغ عندما أكون مستعداً. لا، أسدد عندما أكون أنا مستعدة. هذا منصوص هنا، وأنا مستعدة الآن. حسناً، كم المبلغ؟ يبدو أنني مفلس، ولكن يمكنني إعطاؤك محفظتي، جلد صناعي أصلي. أرفض، ولحسن حظك أنا شخصية متسامحة وكريمة، ستعمل لتسديد دينك لي. بداية ستقود لي السيارة وترتدي هذا الحذاء لتليينه. كيف أقود وأنا أرتدي هذا؟ إنه فن، أسرع، لدينا مهام كثيرة. أخبرتها أن تنسى العديد. ابتعدي أيتها السيارة، تأخرت على منظار القولون. أضيف إلى دينك حساب تكلفة التلفيات الشكلية وتلفيات المياه. أبويلا، فلتستريحي، سنفعل نحن ذلك، وسنساعدك أيضاً يا أبويلو. حقاً؟ والآن قوما بشيء مسل أو شاعري، تنزها في المتنزه أو اركب على الأحصنة. شكراً لك هكتور، سأكون بالمتجر. وأنا سأجلس في كرسي التدليك في مركز التسوق. والآن ما العمل؟ لن يوقظا الشاعرية بدون أن يقضيا وقتاً معاً.
ألم تعد قط تمضي وقتاً مع زوجتك؟ اتصل بكميلة الآن. وجدتها. لما لا نفاجئهما نحن بموعد معاً؟ لا، لدي فكرة أفضل. سأتنكر في نينجا شرير وأتظاهر بسرقة الميركادو، ثم أبويلو سينقذ أبويلا وستقول: أو يا هيكتور ما أشجعك. لا، هذه فكرة بشعة. تعرف أن هذه الملابس متسخة، صحيح؟ أبويلا، أحدهم أرسل لك الزهور. أوه، ما أجملها من ورود. أرجو المجيء لتناول عشاء فاخر معي في 6 مساء. مع حبي هكتور. يا للشاعرية، سأذهب لأستعد. جهزوا غداءكم بسرعة. غلفا الطعام وخذاه. هيا هيا بسرعة. مرحبا يا نستطيع القيام بهذا. يجب أن تستعد. أجل، قضت أبويلا اليوم في صنع عشاء شعري لك. حقا؟ لكني غير مستعد. نحتاج فقط أن نزينك. أنا قادم يا عزيزتي الجميلة. المكان يبدو مذهلاً يا كارلوتا. إنهما قادمان، هيا لنختبئ. مرحباً يا آنستي الجميلة. يا لوسماتك. هذا الطعام رائحته مدهشة. أجل، مثل طعامي تقريباً. لأنك ما انتهوت. ها؟ أوه، إن هذه أغنية عرسنا. ذكرتني بالماضي. لم تتقدمي بالعمر يا زهرتي. لقد نجحنا. هذا عصير حب العمر وأفضل الأيام. توقفا، هذه سرقة. أعطياني كل نقودكما ولن يتأذى أحد. هكتور. هذا صحيح، تابع الركض. أشكرك لإنقاذي يا هكتور. أنقذت من؟ لقد حرصت فقط ألا يضيع الطعام. روزا، انتظري. ها هو البيت يا ليام، منزلنا الجديد، قصر هانيكات. يا للعجب. تريدان الاستحمام؟ يسعدني رشكما بالخرطوم بعد انتهائي من فرك فيرجينيا. اغمضي عينيك يا سيدة وفينتون. ميمو، الأرض كلها مكسوة بالزبد الطازج. هذه هي الحياة. أتريدان ركوب زلاقة الزبد؟ تعلم يا عزيزي، لدي إحساس بأن الناس هنا لا يحبوننا. نعم، وأنا أيضاً. كنا مقربين من الناس في رويال وودز، ولكننا هنا نبدو كالديك الرومي وسط الخنازير. هذا ليس جيداً. ما الفائدة من العيش في مكان بدون ود بالجيران؟ تذكر يا صغيري، إن جف حليب الأبقار فعلينا أن نلجأ إلى حلب الماعز يا عزيزي. ليس بالوقت المناسب لمخفوق الحليب، لكن سأتصل بك الآن. تمهل. أقصد أن علينا التكيف وتعلم كيف نتصرف برقي، حينها سنتوافق مع هذا المكان. تبدو خطة جيدة. أعرف شخصين يمكنهما مساعدتنا لنبدو راقيين. تساعدنا المساعدة. الدرس الأول من فصل ماكبرايد للرقي هو ترك الحيوانات بالخارج. لنتحدث عن الديكور. تعد التحف طريقة رائعة لإظهار أناقتكم. يسعدني أنكم أحضرتم دلواً للبصق. احتفظت بكمية كبيرة من البصاق لساعات. مزهرية تعود للقرن العاشر.
من الراحة أن لدينا أريكة إغماء. لحظة سيد مكبي، سأنظفها بسرعة بهذه المنشفة. هذا أحد أوشحة الكشمير للملكة فيكتوريا. لهذا السبب لدينا أريكتان. العنصر الأساسي للتحدث هو إبراز المقاطع بشكل صحيح. قصة الملابس هذه أنيقة للغاية. انتهى تناول الجبن بمثالية جدتي. شكراً يا عزيزي. هل يمكنني تقديم الكمأة لك؟ يسعدني تقشيرها باستخدام ماندولين من عصر النهضة. هذا مذهل. مبهر. جيد كأول يوم. أيمكننا تكملة الدروس غداً؟ الغد ليس مناسباً. دعونا جيراننا إلى منزلنا الليلة لنريهم الرقي الذي وصلنا إليه. الليلة؟ ما الخطب؟ أمامنا الكثير لتعلمه. لما لا تأتيان معنا؟ هكذا سترشداننا في مكان قريب. وقت العرض. مستعدان؟ مرحبا بكم في قصر هانيكات. أحضرت الباتيه، مستورد من بروفانس. كبد إيواز زندهني. باتيه. لا تقلقي يا جدتي، سوف أرشه سريعا بخرطوم الصلصة. لذيذ، صحيح يا ليام؟ بإمكانك تعلم طهي كل هذا هنا في رويال وودز. أعرف من سيعلمك، وهكذا لن نفقدك. جرب هذا يا كلايد، أرجوك. نعم، نحن فريقك. الطاولة رقم 10، فريق الأخبار الحماسية، يجب أن نظل معا. ولكن من بإمكانه تعليمي؟ أعرف الشخص المناسب. بونجور كلايد، هل أنت مستعد لتعلم طهي الطعام الفرنسي؟ هيا بنا. رائع، شكرا يا سيد لاود. لم أعرف أنك درست الطعام الفرنسي. أتابع قناة لفيديوهات الطهي الفرنسي، فعندما أشاهد هذه القناة أشعر بسعادة غامرة. سنقوم بإعداد قواقع الحلزون بنفس طريقة تعليم باريس. شركة ري شيلدن قال إن قوقعة نجاح الوصفة هي التوابل. مسحة لأننا صنعنا القواقع. إنها مسحة جيدة. لنبدأ بخلط بعض الزب. الآن سيبدأ ازدحام الغداء. أعود في وقت لاحق. لا، ستتعلم في العمل. بعد هذا أضف بعض الثوم لهذا. لا تنسى إضافة جبن الناتشوز. سهل جدا. ببساطة سنضيف بعض الثلج. حسنا، أنت المعلم. يجب أن أصب الحليب. أستخدم هذا الحليب قبل أن يفسد، وعلي إلقاء هذه الأسماك بمكان ما. أتخلص من الفلفل الحار. حسناً، الطلب جاهز. آسف للانشغال عنك. هل أضفت الثوم؟ أو أضفت ما طلبته مني. الفريق يستمتع بالأكل الآن. حسناً، هل من طهات آخرين نعرف؟ روزة، انكمش قميصي. هذا قميص كارل يا رجل. إنها قاذفة الخطمي. سيرجيو يريد. مستحيل، أتضور جوعاً. يا ابنتي، ليس قبل العشاء. ولا مثلجات لكم أيضاً. مقاس هذا ممتاز. أبوالو، هذا زي أنا. كفى، اخرجوا، اخرجوا من مطبخي، وإلا لن يكتمل العشاء أبداً. وأنت أيضاً يا سيرجيو. يا خبر، إنه عرض لمدة محدودة. ما هذا يا رونيان؟ جربوا شاحنة فطائر التمالي، ما أطيبها حقاً. ما الذي تفعلينه؟ إذا رأتك جدتي تأكلينها فستقتلك.
ضبطت الخالة كارلوس يأكل تشورو من المخبز فتوقفت عن الطهي له لشهر. كان علي تناول الوافل المثلج. إنها تغار بشدة حين يحب أي منا طهي الغير. لكن هذا ألذ تمالي أكلته قط. حقا تذوق. هذا هو مذاق البهجة الخالصة. قطعا أريد واحدة. ماذا تريدين؟ أريد ما تطينة. هذا جيد، العشاء جاهز. انتظروني. أنا مهووسة بالتماليز، حلمت به طوال الليل. لو عرفت جدتي ستطعمنا للفئران. نحتاج خطة. سبقتكم بخطوة، رسمت برنامج أبويلا. تطهو من السابعة للثامنة، إصلاحات من العاشرة للثانية، وتغسل حتى الرابعة، وذهنها مشتت أثناء الإصلاحات، وعندها نذهب للشاحنة. هذا تخطيط رائع، ورثت ذلك عني. إذا احتاجني أحد أنا أبدل بابا في الطابق العلوي. هيا بنا. أوبس، نسيت أدواتي. الطلب جاهز باللحم والسكر. هذا أنا. أبويلا قادمة. إلغاء. هيا. أبويلا مرحبا. أهلا. ظننتك تقومين بإصلاحات. هذا صحيح، ذاهبة لإحضار قطع غيار من المتجر. ماذا؟ أتحتاج للمرحاض؟ ماذا؟ لا لا الحقيقة. أجل. سلام. حسنا، علينا أن نحسن أداءنا. نحتاج لحارس وإشارات وأسماء. أجل، إنه مستوى آخر. ولن نذهب جميعا فهذه مجازفة. أحدنا سيذهب لشراء التاماليه للجميع. اتفقنا؟ هيا. صحن الموضة، أجيبي، إنها تتجه إلى القاعدة. أنا معك ميركادو مان، انتظر إشارتي. علم وسأبدأه فوراً. انتظر، ماذا؟ لا، البروفيسور سيبحر. وهو النجدة ساصطدم بالجدة الآن. انتبهوا إنها تتحرك. سأتولى ذلك. بئساً، توقفت أمام بنايتنا وأبويلا بجوار النافذة. تلزمنا خطة جديدة. أتألم جدا، لكن ليس لدي أي أنشطة عصبية. لما كل هذا العبوس؟ هل ماتت سمكتك الذهبية؟ على قدمك برميل ثقيل جدا. هذه ثاني مرة اليوم. العمل الشاق يشعرني بالجوع دائما. هل هذا نفس الجبن الذي وضعناه على الناتشز؟ أجل، الجبن هو نفسه. قلبي. أنا لن أسألك عن سبب وعكتك، لكن القلب يقع في التجويف الصدري في مكان يعرف باسم المنشف. ليس قلب فليب، إن قلبي في بطني. تحمل الألم بشكل غريب. أعضاء في غير محلها ونظام غذائي يتكون من جبن محطات الوقود. فليب، ما رأيك في أن يكون هذا موضوع مشروع بحثي الجديد؟ فليب لا يهتم بالعلوم. سيتم تقديم بحثي في واحد من أكبر المؤتمرات العلمية في العالم. ستكون دعاية رائعة للطعام والوقود. في هذه الحالة أوافق. أولاً، يجب أن أجري بعض الاختبارات. 5 دقائق، هذا مجهل يا فليب. سنرى كيف تصمد في درجات الحرارة تحت الصفر. مجهل. لا أصدق ما أرى. هل
هذا المؤتمر يحضره خبراء من كل حقول العلم. آسف لتأخرنا. كنا في نقاش مطول حول معنى الزي غير الرسمي. ماذا تفعلان أيها الغبيان هنا؟ جاء لعمل عروض ترويجية. أحضرتما العينات؟ أجل. في مدفع الطعام والوقود الجديد والذي يعمل بطريقة الضغط. هذه ليلة مهمة، فقط لا تحرجوني. لا تقلقي أليس، نحن أخوان. آسفة يا دكتور مكلوف. رجاء رحبوا بليسا لاود. تحياتي لكم، أنا ليسا لاود، دكتورة في الفلسفة والطب والقانون وأحياناً في جراحة الأسنان. سأقدم اكتشافي. إليكم أنا ميليا كورداتا ماميليا فيليبيا. قد يبدو للعين ذكراً بشرياً عادياً، لكن إذا فحشناه نكتشف شيئاً مختلفاً تماماً. كبده في رقبته وجلده بشرة ضخمة، لديه خياشيم، سترون خفقان قلبه. وأخيراً وليس آخراً، أعجب ما في هذا الاكتشاف، وجدت جهره على شكل عنقود عنب كما ترون. ما رأيكم؟ فلتأتوا لمطعمي ومحطة وقود فليب بعد العرض. تناولوا الوجبات وشاهدوا ظهري. أوه أجل، هيا يا عزيزتي. مطعم ومحطة وقود فليب. يلزمنا بأولياء الأمور من السادسة للثامنة. لينكن، أتطلع كثيرا إلى رؤية والديك، فمن المهم جدا أن أتحدث معهما. أنا سأنصرف لأقابل أمي في يوغا فينياسا. ستعرف أنني لم أتدرب مؤخراً، فهي تنساني كالبرتزل. كلايد، ما الذي تعنيه؟ أظن أن يوغا الفينياسة تقوم بالتركيز على الانسيابية. أنا كنت أعني ما الذي ستقوله لوالدي. ستخبرهما بأنني ناديتها أمي خطأ ذات مرة؟ أو ستخبرهما بنومي أثناء الفيديو عن الخيوط؟ أو ربما تخبرهما بالشيء البشع الذي أخفيته عن ذاكرتي. خذ تنفس يا صديقي، تنفس. لا أعرف لماذا تخاف، فكل منا ناداها بأمي. ما بين السادسة والثامنة الليلة سوف تنتهي حياتي. أهلا جميعا، ها هي ورقة التسجيل للاجتماع، فليبكر آباؤكم فالدخول بأسبقية الحضور. ما؟ الدخول بأسبقية الحضور؟ ربما توجد طريقة كي لا يحضر والدي ذلك الاجتماع. أحتاج مساعدتكم. بالتأكيد يا رب. لا مشكلة يا لينكن. لينكن، الساعة السادسة وحان وقت التحرك. رائع، أنا جاهز للذهاب. السروال؟ ماذا؟ نسيته تماما، لحظة واحدة. أسرع، لا نريد أن نكون آخر الموقعين. لينكن؟ عجبا، سأنتهي في الحال. نحن آخر الأسماء. أهلا بكم جميعا، ابقوا هنا وتعرفوا بينما تنتظرون مقابلة السيدة جونسون. أما الصغار سوف يتبعون هذا القطار إلى المطعم. تشك 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 تشك، المضغ بفم مغلق. تشك 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 تشك. أنتما والد زاك؟ لما استخدام ورق الألومنيوم؟ إنه لالتقاط إشارات فضائيين. نجحت في المرحلة الأولى، والداي آخر من بالقائمة. مستعدون للثانية؟ للمرحلة الثانية؟ هذه اللعبة. لا 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 لا، المرحلة الثانية هي محاولة تأخير السيدة جي فيتأخر والدي لينكن. حسناً يا راستي، والدك أولاً. راقبوا وتعلموا يا رفاق. السيد سبوكس، إنه دورك. أبي، أنا أريدك. السيدة جي تريد منك شراء الملابس. أجل، لذلك يحمل مندوب المبيعات عينات في السيارة. سبوكس، أنت عبقري. إنها تكره الأقمشة الصناعية. لماذا لا تحب قماشاً لا يبلى أو ينكمش أو يتزعد أبداً؟ آسف يا لينكن، لقد حاولت. تنحى جانباً يا راستي، دور المحترفين. سيد وسيدة جيردل، دوركما.
تعجبني قبعاتكما، فهي تشبه البطاطا المشوية. ها. أمي، أبي، أريد تحذيركما. السيدة جي تتصرف بغرابة مؤخراً، مثل غرابة الفضائيين. حسناً، استمتعا. السيد والسيدة جيردل، اجلسا. نحن نفضل الوقوف. أوه، لا بأس. حسناً، زاك طالب رائع، وبصراحة أكثر خياله نشط جداً. الأسبوع الماضي ألف قصة ظريفة عن رجل ثلوج يعمل بائعاً قانقة في متجر يبيع الدجاج. هذه ليست قصة، نخطط لرؤيته في الصيف المقبل. أوه، حسناً. أنا، هل هذا قدح قهوتي؟ عينة حمض نووي سريعة، والآن أريد رؤية يديك. أود أخذ بعض أظافرك لفحصها بدقة. من منكم يريد أن يذهب الآن معي إلى السوق؟ سأذهب، نفذ قشر الماوس، ولينكن سيستخدم قشرتي الأخيرة. ماذا؟ لا لا. وأنا سأحتاج إلى بيض. وأنا قادمة. ليلي أكلت المعكرونة من قلادتي. أبي، أتسمع نكات طرق الباب؟ نكات طرق الباب بالطبع، أريد ذلك يا ألوان. ها نحن قد بدأنا. حسناً، نقطة أخرى. أطرق الباب. من الطارق؟ بالأعلى. بالأعلى من؟ لا، بل لما هو بالأعلى. كفى، لا أستطيع القيادة. يا أبي، نحتاج لعربة أخرى، فهناك دخيل هنا. ألا تعرفين القرع؟ أفهمتها يا لولا؟ مثل مرض القراع. قلت ألا تعرفين القرع؟ نعم، فهمتها. لو أردت ماني سأكون عند المكرونة. انتباه أيها المتسوقون، اعذروا هذه المقاطعة. وأن تستعد لبعض مؤامرات لوان. ذهبت للمتجر لشراء خبز، فاشتريت فاصوليا بدلاً من. حسناً، لأن أغنية اللحم فاتتكم. لم تفوتني. يا أبي، ماذا قالت العين اليسرى لليمنى؟ بيني وبينك شيء كبير. تقصد الأنف. هل أنت بخير يا لولا؟ تبدين صامتة. أنا بخير. أساعدك في فك حزام الأمان؟ أنا أستطيع فكه. بل أحتاج للمساعدة. يا لولا، معكرونتك، ولدينا معكرونة بنية، لو أردت صنع قرطين. أقراط بنية؟ لا شكرا. أوه، إنها غاضبة. هل أخذت لنا القناع خصتها؟ إنها غاضبة مني، أظنني أخطأ. لما تقول ذلك؟ حسناً، أخذت الوان ولولا للمتجر، وتعرفين أني والوان نبتكر أفضل نكاتنا هناك. أظن أن الحماس جرفنا فشعرت لولا بالاستبعاد. لا أريدها أن تظن أنني أفضل الوان. لا يا عزيزي، أثق أنها لا تظن ذلك. لا لا، اعتاد أبي تفضيل إخوتي وكان ذلك يغضبني. يا أبي، أمستعد لصنع فطيرة الليمون معي؟ أوه، ربما لديهما خطط أخرى، أظنني أستطيع صنعه بمفردي. يا لحظ السيء، إنني فعلت الشيء ذاته بلولا، يجب أن أصلح خطأي. واثقة أنك تستطيع مصالحتها، ولكن لا تشتري حصاناً، فلم يكن فكرة ناجحة. يا عزيزتي، هل أنت مشغولة؟ حسناً، لقد وجدت هذين الثوبين المنفوشين المتطابقين في المتجر وفكرت. إنه لوني. بالطبع لونك، لكن انتظري، هناك المزيد. قرطاني لاصقان. يا أبي. أبي، هل سمعت عن شجار آلي جوسبان مع أمي البريد؟ لا، هيا أخبريني بالمزيد. حسناً، إذن على ما يبدو أنهم تسلموا طرداً مبتلاً، ففقدوا صوابهم. انتبه، هناك حمم بركانية. أنا أحترق. لقد أنقذتني.
نسيت، هناك ثعابين على الأريكة. لا أعطيك أجراً لتلهو بل لتنظف المكان. إنني لا ألهو، أصنف العبوات الغامضة. هذه فيها ذرة معلبة أو ثعابين مزيفة أو شيء ما. إيجاد التحف هو كل ما يكفيني، كهذه المحمصة من الخمسينيات وقطعة خبز من الخمسينيات وعنكبوت مشعر من الحاضر. انظروا، رسالة في زجاجة. تواصلتم بها قبل اختراع الهاتف؟ طريف جدا، لكن صحيح. وجدت رسالتي، يسرني ذلك. واصل القراءة لتجد كنزي. واو، أهذا حقيقي؟ إن لم أخطئ القراءة فكاتب الرسالة هو بانشو فيا. بانشو ماذا؟ ماذا يعلمونك في المدرسة؟ إنه يعد واحداً من أشهر قادة الثورة المكسيكية. لابد أن هذه رسالة لجدي الأكبر، كان رفيق بانشو فيا. تقول الأسطورة إن بانشو فيا قد دفن ذهبه ولم يجده أحد أبداً. انتهى الأمر، سنصبح أغنياء، سنشتري أشياء كثيرة. أصمتا، وكيف نستطيع إيجاد الكنز؟ حل هذا اللغز وغيره ثلاثة، ستجد التالي يضيء الشاطئ بثلاثة. يضيء الشاطئ؟ إنه يعني المنارة. إلى المنارة، سنصبح أغنياء، سنصبح أغنياء. اخفضا صوتيكما، لا نريد أن يعرف أحد أبداً بشأن كنزنا، فحولنا أشخاص فضوليون. هذا السر لنا، سيكون لنا وحدانا. ماذا تقصدون؟ الذرة المعلبة. في أحلامكم، فهذا غدائي. إن هذا خطأ فادح. هذه الرسالة التالية. أحضرها يا أبي. نعم، أحضرها يا أبي. أكلت 6 فطائر للتو، والتسلق يعسر الهضم. هل ذكرت من قبل أن ذهب بانشو فيا يقدر بحوالي 3 ملايين دولار؟ وإن اقتسمناها بيننا فسوف. أقنعتني منذ قلت كلمة ملايين. يا للورطة! ابتعدوا! يجب علينا إنقاذ جدي. يمكنني إبعاد الطيور. انظري، رجل عجوز يرمي الخبز. ابتعدي وشأني، الخبز انتهى، انتهى. لا، دعوني. أيتها الملايين الثلاثة، أنا قادم. سنذهب للتسوق. التسوق؟ سأفرغ جدول أعمالي اليوم. مسح 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 مسح. أوبس، هذا هاتفك يا لوري. أنا آسفة، إنها رحلة سريعة. مديرة أكاديمية شاتلوورث ستأتي اليوم لإجراء مقابلة معنا ومع ليلي، وأبوكم يحتاج ربطة جديدة، وأريدها أن تكون فريدة، لكن الأهم أن تكون ملائمة. لما كل هذا؟ عزيزي، علينا أن نظهر بأفضل حلة. تعرف أن هذه الأكاديمية مرغوبة للغاية، ونحن على اللائحة منذ أن كنت حاملاً في لوري. حسناً، آمل يا صغاري أن تقدروا تضحيتي. المقابلة بعد ساعة، حاولوا ألا تدمروا المنزل. آسفة يا ليلي، وقت تغيير القناة لبرنامج عاصفة الصحراء. سحقاً. هل حقاً قالت ليلي كلمة حرف السين؟ من أين تعلمت هذه الكلمة؟ Thank you.
من بلوتو ولا كوكبا. حين تسمع غنائي تتألم وتقول خذي أعطاني إياها لتبقى لقائنا. وإذا تفوهت بالكلمة فلن تلحق بها. إخوتي لدي الحل. عملية جراحية سريعة، سأزيل حنجرتها، ليست مؤلمة. لدي فكرة، بما أنها تقلد سلوكنا فدعونا نظهر لها سلوكا أفضل لتقلده. سأجل في زي غرفة العمليات احتياطيا. حسنا، هل يعرف الجميع دوره؟ جيد، أمامنا ساعة قبل المقابلة، فلنبدأ عملية محو كلمة السين. لانا دورك. ألعب بالجليد وأضحك من جديد. إنها قطة. لم تركي ليلي يا لانا، عليك إعادة المحاولة. ألعب بالجليد وأضحك من جديد. كا 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 كا. نجح الأمر، دورك يا لولا. إنه كلب. لم تركي ليليا لولا، عليك إعادة المحاولة. ليسا دورك. ليلي هيا اسمعي أغنية تناسب أذنيك الصغيرتين. البقرة تقول مو، والقطة تقول مياو، والآن شاهديني وأنا أقول مياو. أحسنت يا ليسا. شكرا. سأرقص. شعرك مستعار؟ خطأ في تجربة النووية، وأيضا زاد إشبع في قدمي. عجبا لهذا، قيد الكوب الرضيع العمدة إلى شريط القطار. كارل، كم مرة شاهدت هذه الحلقة؟ هذا أفضل جزء يا ابنة عمتي. سأنقذك ببندقية الذرة. هذه الحلقة تزداد روعة كل مرة. اسمعوا يا محبي الفالكون، ما رأيكم في ابتكار مساعد الفالكون الجديد؟ مساعد؟ اصنعوا مقطعا مصورا لشخصية مساعدة جديدة وارسلوه الى مقر الفالكون الرئيسي، وستتحول الشخصية من معجب محظوظ الى شخصية في مسلسلي. حظا طيبا. الآن يجب علي أن أرسل شخصيتي المساعدة. فوزي في هذه المسابقة مضمون. سيرجيو، أحضر الكاميرا. أنا جاهز للتصوير دوما. أطير على جناحي العدالة. لا أجبن يوما من مواجهة الأخطار. أنا هو كفى. لنعد من البداية. لم أفعلها. هذا أنا، فتى التوبة. فتى التوبة؟ انظري أمي، فتى التوبة سينقذ الموقف. أليكسيس سيرسل شخصية المساعدة؟ وزيه يبدو رائعا. أجل، وزيي بشع، يجب أن أحسن من زيي إذا كنت سأفوز. كم يسرني أنك طلبت مساعدتي في الزي يا بني، تمنيت أن يأتي هذا اليوم. بعد التحسين والتجميل بدون التأثير على وسامتي، أنا هو الصوص. مبهر. هيا يا سيرجيو لنعرض الزي في الميدان. جناحا العدالة يجعلانني أحلق إلى أعلى الأعالي. أدلد، هل ستشاركين في المسابقة أيضا؟ هذا مؤكد، اسمي باندليد ولدي قوة الباندا وحركاتها الراقصة أيضا. لكنك لا تشاهدين الفالكون.
أجل، فلا يوجد إناث في هذا المسلسل، لكن هذا دوري. أقاتل الأشرار بعصي الخيزران. خيزرانا، ألديك أي معدات؟ أجل، طبعاً، لكنها سرية. أنا أقوم بخزانتها في عش العزلة الخاص بالصوص. إنها مبهرة للغاية. أي شخص يفعلها؟ أرأيتي؟ لا أفهم، أنا متفوق وبدأت أحصل على علامات متوسطة والآن رسب. مذهل، وجه عابس أيضاً، هذه قسوة. إذا لم أعدل النتيجة سأرسب حتماً. لينكن، إذا التحقت بالمدرسة الإعدادية من دونك فقد أقوم بالتورط مع أشخاص سيئين. لا تقلق يا كلايد، لدي خطة. أسفة يا لينكن، جدول أعمالي التدريسية مغلق. الاثنين الرياضيات للوسي، الثلاثاء الجيولوجيا للين، والأربعاء أدرس للي الرسم بالأصابع. أن أكون العبقرية هنا نعمة ونقمة، لا أؤمن بهما. لكن يا ليسا، أنت أملي. فلتجرب الكلية المجتمعية، سمعت أن الطلاب هناك يدرسون مقابل المال. فكرة رائعة. لوري، تأخرت عن درس حساب التفاضل والتكامل. معذرة، منزل عائلة لاود؟ نعم، أنت معلمي، أنا لينكن. أنا هيو، سعدت بلقائك. وأنا أيضا، تفضل. أقدر لك هذا يا هيو، لدي اختبار متعدد المواد وأريد اجتيازه. إن كنت لتميزين الفرق بين فريق الرقص والفرقة. با با با. لوري، أنت بخير؟ نعم، أنا كنت ذاهبة لأحضر قطعة لحم، أقصد وعاء من الحبوب، كوب ماء. آنسة، أوقعت هاتفك. صوت إوزة، أنا سأتولاها. باه باه باه. صوت خروف. وجهي. ما ما ما. مرحبا لينكن، إن لديك ضيف هنا. مرحبا، أنا با 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 با. مرحبا، أنا هيو، مدرس لينكن، تسرني معرفتكن. ما ما ما. هل يمكن أن تخرجنا من هنا؟ نحن ندرس. هذا بيت حر يا لينكن، من حقنا الوقوف حيثما نريد. وأنا أريد الوقوف هنا. لا، لن تفعلي، إنه مكان. يا للعجب، هناك أولا. مرحبا، أنتم جميعون. هيا بنا لنذهب إلى مكان أقل ازدحاما. حسنا يا رفاق، لقد أعددت حلوى مميزة، إنها كعكة الليمون اللذيذة. كعكتي، أين هي؟ لا تنظري إلي، أنا أفضل الطين. أكان لديها أقدام لتسير؟ لا تستبعد هذا، تجربتي الأخيرة في علوم الطبخ أدت لنتائج مذهلة. وبعد التفكير، هناك من أكل المثلجات التي أعدها لي كلايد، وكعكات الفول السوداني التي أعددتها لمعرض نادي الدراما. من سرقها يشعر بالشبع الآن. يبدو أنه سارق حلوى. لحسن الحظ، برمجت تود على علوم الطهي. تود؟ تفعيل نظام تحقيق الطهي. الكشف عن شراب الذرة في المنطقة المحيطة. أتلقى إشارة قوية من الدور العلوي. شكرا أيتها الوحدة الأبوية، الإشارة تزداد قوة. مهلا، متى أصبح الطرق على الباب موضة قديمة؟ تم تحديد مكان شراب الذرة. تم تحديد مكان شراب الذرة. كيف تجرؤ؟ لا أرى مذكرة تفتيش، هذا انتهاك لحقوقي. تم تحديد مستويات عالية الخطورة من شراب الذرة. كعكتي. حسنا، من منكم وضعها هنا؟ هل يمكنني التحدث مع لولا على انفراد؟ لا نتكلم هذا.
لولا عزيزتي، يبدو أن حبك للحلوى خرج عن السيطرة. ربما حان الوقت لأخذ استراحة منها. استراحة من الحلوى؟ أرجوك، لا مشكلة لدي. تتناولين مصاصة الآن. ماذا؟ من وضع هذه هنا؟ من الجيد وضع أهداف صحية. ما رأيك؟ إذا تخليت عن الحلوى لأسبوع، سأشتري لك فستان ملكة الجمال. حقاً؟ فقط إن تخليت عن الحلوى؟ لقد اتفقنا. سهل كأخذ مصاصة من رضيع؟ لا أعني هذا حرفياً.